ما أجمله قلب يحمل هم أخي، في العسر له يسر، في الحزن يواسي. كن عونا للناس دوما، تنادينا خواطرنا. But what we
can do is make choices which will ensure that we will be flexible, robust, and efficient in the future. Because in the end, it's all about maintaining our ability to change. That's why enterprise architecture. هو الهدف من الفيديو سريعا ان احنا الانفايرمنت بتاعتنا لو كل واحد شغال من دماغه هتلاقي كل الابلكيشن هيطلع بالشكل ده اللي هو بيسموه سايلو بيست ابلكيشن. تمام؟ السايلو بيست ان كل طرف شغال لوحده في الدوايس كبيره في مؤسسه كبيره فالتكامل بين الناس دي وبعضها بيوصلك بدون التكامل بيوصلك بالشكل ده. انما لو في اركتكشر واضح لكل الانترفايس بالتالي ممكن توصل لشكل اللي هو كانه ليجو بوكس بس كان بي اكستندد ممكن توصله باي حاجه بسهوله. نشوف الكونسيبت كام شوف. طيب باختصار ممكن نكون نستخدم اخر تكنولوجي موجوده ممكن نستخدم اس او اي بزنس وورد انجن نستخدم حاجات فود تولز كتير جدا بس ما فيش الاركتكشر فانت برضه في نفس الوقت لسه سباكيتي. سباكيتي هو طبعا معروف في الديفلوبمنت اللي انت بتكتب اي كود خلاص من غير ريفرنس او كده. فنفس الكلام لو انت حتى عندك اخر التكنولوجي موجوده وبتستخدمها بس ما فيش رؤيه ما فيش ديزاين مرسوم عشان تطبق الحاجات كلها مع بعضها فانت برضه ما نزلتش باكيت الانتربرايز. طيب هنبدا سريعا الانتربرايز اركتكشر هو ايه؟ الانتربرايز هي كوليكشن اوف اورجنايزيشن ذات هاز كومن سكوب بورد. اي مجموعه اورجنايزيشن عندهم اهداف مشتركه ده يعتبر انتربرايز. الانتربرايز ممكن تبقى قسم تمام؟ في شركة كبيرة ممكن تبقى قطاع اي تي في انتربرايز ممكن تبقى جفرمنت سيكتور ممكن تبقى دولة ممكن تبقى اي حاجة تمام على حسب الليفل. فهو ده مصطلح الانتربرايز. اكستند الانتربرايز هو بيشمل الانتربرايز والسبلايرز الناس الموردين للمنشأة دي والكاستمرز بتوعها ده الاكستند. فالفرق بين الانتربرايز والاكستند الاكستند الانتربرايز هي بتشمل الانتربرايز نفسها المنشأة بلس السبلايرز والكاستمرز بتوعها. ماشي زي ما قلنا الانتربرايز ممكن تكون جفرمنت ايجنسي سنجل ديبارتمنت هول كوربريت ممكن تكون ديفيجن ممكن تكون حتى شركات منفصله في اماكن مختلفه في العالم بس كونكتد مع بعض باركتكشر واحد او كونكتد بشكل واحد زي مثلا مايكروسوفت او اتش بي موجودين في الدول كلها بس في مظله واحده بتجمعهم كلهم. تمام؟ طيب ده تعريف الانتربرايز الاركتكشر هو باختصار عمل المهندس المعماري في قطاع المنشآت وكده. المهندس المعماري بيرسم الماكت بتاعه والماكت ده وقت ما يتم تنفيذه بيتم عليه اوديت ومراجعه بحيث ان هو خلاص اتوافق بين الكاستمر والستيك هولدرز بتوعه بعد كده يبدا يتنفذ. فهو فورمال ديسكربشن او بلان اوف سيستم ات كومبوننت ليفل تو جايد اتس امبلمنتيشن. انت ما تروحش تشتغل امبلمنتيشن على طول من غير ما يكون عندك اركتكشر. تمام؟ في ديفينيشن تاني اللي هو ستراكشر كومبوننت ريليشن شيب بين الكومبوننتس دي والبرنسبلز ذات جفرن ذا ديزاين اند ايفولوشن اوفر تايم. اهم حاجه يكون في برنسبلز ماشي عليها هنتكلم سريعا عن البرنسبلز. تمام؟ فهي اي كومبوننتس وريليشن شيب بس مش على مستوى ابلكيشن بنتكلم على مستوى المنشاه كامله. تمام؟ طيب الانتربرايز اركتكشر هو مابنج بتوين البيزنس اند اي تي. المصطلح ده موجود في السيرفيس اورينتد وموجود في الانتربرايز اركتكشر. يعني الاس او اي هو هنتكلم برضه ايه العلاقه ما بينهم هو باختصار ستايل الانتربرايز اركتكشر. السيرفيس اورينتد اركتكشر هو بس طريقه او ستايل معين بتطبقه بشكل معين لو طبقته فانت كده بنفس الوقت بتطبق الانتربرايز اركتكشر. تمام؟ فالهدف ان انت تعمل مابل بين البيزنس عندك البيزنس دومين هنتكلم عن اركتكشر دومينز. البيزنس دومين ده لو هو في وادي والاي تي في وادي فساعتها كل واحد هيعمل شغال في الدنيا لوحده مفيش كولابريشن مفيش مابنج بين البيزنس والاي تي. كونسبشوال بلوجرام زي ما قلنا اللي هو يعتبر الماكت اللي المهندس المعماري بيبنيه عشان بعد كده المهندس المعماري يبدا يبني عليه. تمام؟ طيب هنبدا اول جزء في المحاضره مجموعه زي تيبس كده او استراتيجيز ايه علاقه الشطرنج بالانتربرايز اركتكشر. تمام؟ تقريبا خمس ست سلايدز كده عندنا نخش في التفاصيل. She has the same concern with the situation of enterprise architecture, complexity and uncertainty, أو unpredictability. Complex شطرنج لو حد فينا بيلعب شطرنج ما اعرفش كل واحد بيلعب شطرنج ولا لا. الشطرنج انت وانت بتلعب في الاول وانت مش عارف الخصم اللي قدامك وما لعبتش معاه قبل كده فانت مش عارف مدى تعقيد الموضوع ده ممكن يكون اللي بيلعبك ده مستواه عالي جدا فانت ما تبقاش عارف تلعبه كانه ازاي. تمام؟
فهو كومبلكس، شطرنج كومبلكس تمام، انبريدكتبل، لان انت ما تعرفش الستيت اللي هتحصل فيها مثلا فيوتشر ستيت، انا بعد كام 10 خمس خطوات ازاي هوصل وقت الملك، انت مش بتفكر في الكلام ده من الاول، فهو برضه انبريدكتبل، انا ما اعرفش اتوقع ايه اللي هيحصل بعد كذا خطوه تمام. ده نفس الفكره بالظبط بتاع الانتربرايز بروتكشن، بيقول لك ميكنج امبلمنتيشن ديزاين ديسيجن اورجانيزيشن سجستد از الموفينج مانجرز، لو في تغيير تشينج في الانتربرايز هو يعتبر كانك بالظبط بتحرك قطعه في الشطرنج. هنفترض ان الشطرنج اللي بتلعب دلوقتي في الفريق كارنت ستيت بتاعتك، تغيير قطعه من الالت عسكري مثلا من مكان لمكان، فده يعتبر تشينج صح؟ اللي قدامي هيفكر، الستيك هولدر قدامي او انا حتى هفكر ايه الامباكت بتاع الحركه دي تمام؟ نفس الفكره بالنسبه للانتربرايز اركتكشر، لو في اي تشينج لازم تدرس الامباكت، بعد كده تروح تشوف هل الامباكت ده هيأثر في حاجه عندك في المنشاه كلها ولا لا، وبعدين تبدا تفكر اليوم الثاني تمام. اول خطوه هي التشيس، او اول تيب هي التشيس موف. التشيس بلاير جنرالي دونت ميك موف وذ ان ميد ستيت ان مايند، يعني انا لما بحرك قطعه الشطرنج مش بفكر في الحركه الواحده دي، ان انا اقدر احركه حركة العسكري في الوضع الفلاني، فالملك بتاعه اتحرك في الوضع الفلاني، فحرك الحصان، فحرك مش عارف الوزير، لا كل ده مش في دماغك، انت بتفكر ان انت تطور الوضع اللي انت فيه. يعني انا في كارنت ستيت بحرك القطعه بناء على المعطيات والريسك والحاجات اللي موجوده قدامي عشان ان انا احسن جوده الوضع اللي انا فيه. لو في اي ريسك من الطرف الاخر اللي لعب معايا احاول اتفاداه، وفي نفس الوقت خلاص عملت ديفنس تبدا تهاجم، تبدا تفكر تلعب ازاي. فالفكره من الحركه التب دي اللي هي التشيس موف، الفكره منها ان انا بعمل بشتغل على الكرنت ستيت الوضع الحالي، وبعمل ترانس ماي بوزيشن، بقوي الوضع اللي انا فيه دلوقتي بحيث ان انا احقق اهدافي بعد كده. نفس الكلام بالنسبه للانتربرايز بيكتشر، هو بيقول لك ان انت ما تحاولش تعتمد قوي على الفيوتشر، ان انت انبريدكتبل، انت مش متوقع اصلا المستقبل ده ممكن يبقى عامل ازاي، خليك وسط الوضع اللي انت فيه حاليا، وحاول تعمل امبروفمنت بناء على التشينج اللي انت عايزه. ده نفس فكره الموف بتاعت الشغل تمام. ده اول جزء. تاني جزء اللي هو التاكتيكال رولز، ببساطه لو انت عرفت القواعد بتاعت الشطرنج، انت عرفت ان العسكري بيتحرك بالطريقه الفلانيه، الحصان بيتحرك بالطريقه الفلانيه، الملك الوزير تمام، ده مش معناه ان انت بتعرف تلعب الشطرنج كويس قوي، او ان انت بتعرف تاخد ديسيجن معينه في وقت معين فتكسب. مش معنى ان انت عرفت تقول معناه كده ان انت خلاص بقيت بروفيشنال في الشطرنج وتعرف تلعب. نفس الفكره بالنسبه للانترفيز اركتكشر، مش معنى ان في رولز وبرنسبلز موجوده وانت الزمت نفسك ان انت تمشي بيها، مش معنى كده ان انت هتاخد ديسيجن صح في الوقت المعين اللي ده يأديك ان انت تعمل امبروفمنت. ممكن الرول تعيقك، ممكن البوليسز والرولز اللي موجوده لو ما استخدمتهاش صح تعيقك ان انت تكمل او تعمل امبروفمنت. المثال اللي هنا مثلا بيتكلم ان انت لو انت عارف ان مثلا في قاعده في الشطرنج، لو انت اديت بوينت كل قطعه مثلا الوزير 9 مرات، الطابيه 3 مرات، الفيل مثلا نقطتين، الرول بتقول ان انت لو شلت قطعه من الطرف الاخر خلاص انت كده، طالما البوينتس عندك زياده عن الطرف الاخر انت كده في امل ان انت تكسب. طالما البوينتس بتاعت القطع بتاعتك اكتر من البوينتس بتاعت خصمك فانت كده ممكن تكسب. مش معنى ان انا عارف الرول دي وانا هنفذ الطريقه نفسها بطريقه صح تمام. ده فكره التكتيكال رولز. فهنا بيقول لك ان الرولز المفروض تبقى امبيدد ان ذا سكيلز اوف ذا تشيس بلاير، المفروض مهاره اللاعب الشطرنج هو نفسه الرولز امبيدد جواه، مش حافظها، هي وصف بتحس ان هي بتساعده داخليا ان هو يطبق حاجه بطريقه صحيحه. بس الكلام عن انتربرايز اركتكشر، انتربرايز اركتكشر حفظك للرولز او ان انت تمشي في البرنسبلز والرولز، غير ان انت هي امبيدد في السكيلز بتاعتك وانت بتحاول تتعامل وتروح بناء على السكيلز بتاعتك مش بناء على الرولز تمام. طيب تالت حاجه sometimes the bonus decisive، العسكري ده مش ضعيف في مواقف معينه، ممكن يبقى هو سبب الكسب او الخسران صح؟ اللي بيلعب شطرنج ممكن عسكري واقف في مكان الملك ما يعرفش يتحرك خلاص، طلع وزيره وطلع اي حاجه في الشمال الملك مات تمام؟ فمش معنى ان هو له ويت قليل في اوقات معينه ان هو مش حاسم، هو ممكن يعمل قرارات حاسمه، ممكن لو انت خدت ديسيجن او حاجه بناء على الحاجه الصغيره دي ممكن تديك ايه فاليو كبيره جدا. فهنا بيقول لك ان انت ما تعملش اجنور للديتيلز، مش اي ديتيلز تعملها اجنور، اجنور الديتيلز المهمه فقط اللي هي ريليفنت للحاجه اللي انت عايزها دي اللي تجمع عنها معلومات.
اللي بتحاول تستخدمها في معلوماتك وانت بتعمل انتربرايزر بروتكشن. انما لو انت دخلت في كل التفاصيل ده ساعات بيؤدي لفشل المشروع. ففي ليفلز اوف ديتيلز. الانتربرايز اركتكت هو بص الدنيا من فوق في كل الدومينز بتاعتها. عايزين نشوف البيزنس والابلكيشن والديتا والانفراستراكشر. لو نزلت للتفاصيل في كل حاجه كده انت ممكن يكون ده سبب فشل المشروع. انت بتنزل للتفاصيل الريليفنت انفورميشن، التفاصيل اللي مهمه اللي هي هتساعدك بعد كده ان انا اخد ديسيجن كويس، مش اي تفاصيل تخش فيها. تمام؟ اخر حاجه هو بيقول لك ان برضه الشطران بمعنى الانتربرايز اركتكشر الماستر تشيس بلاير دونت كالكوليت ماتش ديبر، ما بيعملوش كالكوليشن كتير. يعني هو مش بيقعد قبل ما يحرك قطعه مش بيقعد يفكر كتير هو حركها فين وازاي. المهم ان هو عنده استيميشن معين في دماغه، عنده باتر الباترن دي لو حصل كذا مع كذا هعمل كذا. فهو الباترن دي هي اللي بتحرك، مش ان هو بيعمل كالكوليشن كتير. بالتالي نفس الكلام الانتربرايز اركتكشر انت مش محتاج تعمل كالكوليشنز كتير. المهم ان انت تبقى فاهم امتى تتحرك كده في جود موفمنت. الحركه اللي انا هحركها او التشينج اللي انا هعمله ده از انتربرايز اركتكت ازاي يبقى افكتيف، ازاي يبقى جود موفمنت او يخليني في جود بوزيشن. تمام؟ اخر حاجه هو بيقول لك ان ماشي الشطرنج هو كويس وبتاع ومقارنه او يعني ممكن نقول ان هو ليه علاقه بالايه، بس هو برضه في نفس الوقت هو سيمبل. انت في الاخر هدفك ان انت تشيب ميت خلاص، يعني عندك جول واحد انت تشيب ميت. انما في الانتربرايز اركتكشر او في اي انتربرايز انت عندك اهداف كتير جدا، عندك استراتيجي جولز ودرايفرز كتير جدا. الكود اللي موجودين في ربع الشطرنج 64 قطعه، قطعه معروفه ملك وزير مش عارف فاضيه كذا معروفين. انما في الانتربرايز اركتكشر البورد ما في تدخل ما بينهم، كل واحد ليه اهداف مختلفه، في تدخلات كتير. فهو مور كومبلكس ذان التشيس. هو في البتاع بيقول لك انتربرايز اركتكشر از تشيس جيم فروم هيل. تمام؟ الكام سلايد دول هو ده اخر حته في التشيس. هو ده من كتاب اسمه تشيس اند ارت اوف انتربرايز اركتكشر، علاقه الشطرنج بالانتربرايز اركتكشر. في تعليق او معلش التارجت بتاع المره دي اللي افهم انتربرايز اركتكشر التارجت ان احنا نخش طبعا في التيز بتاع انتربرايز اركتكشر بجد، بس اول ثلاث اربع سلايد هو بيوضح لك ان انت ازاي تفكر وتحاول تستخدم الانفايرمنت اللي حواليك عموما ان انت تعمل امبروفمنت بعيدا عن اي حاجه. فهو بس بيديك مثال علاقه الشطرنج، انما في التفاصيل هنخش حل في التجاري. الهدف هو الانتربرايز اركتكشر طبعا. اخر من الناس اللي هو ان شاء الله في الكتاب يعني انتربرايز اركتكشر والليجو. الليجو برضه في حاجتين مهمين. اول حاجه الليجو بوكس از ستور فور اول بيلدينج بوكس. لازم يكون عندك ستور ريبوزيتوري، ريبوزيتوري مستودع، المستودع ده هتحط فيه كل الاسيتس بتاعتك. تمام؟ عن مستودع طبعا انتربرايز اركتكشر. فهناخد من الليجو، الليجو بوكس هو صندوق المكعبات. الصندوق ده بحط فيه كل المكعبات بتاعتي، كل الاسيتس بتاعتي، بحيث ان انا بعد كده اقدر استخدمها واقدر اشوف استخدامها في اي مكان تاني. تمام؟ هنشوف كمان شويه الريبوزيتوري. تاني حاجه من الليجو يوزر بيلدنج بلوكس. ده برضه كونسبت شير مع الاس او اي. الاس او اي انت بتحاول تكسر الحاجات اللي موجوده، مش الابلكيشنز اللي موجوده اللي هي شغاله لوحدها مش عارف عنها حاجه، وتحاول تخليها ريوزر. يعني الشكل ده لو شفنا الشكل ده والشكل ده زي ما قلنا من شويه، الشكل ده الاكستنشنز دي تعتبر اي بي ايز اقدر اشبك بيها اي شيء تاني. فلو افترضنا ان ده بيلدنج بلوك وده بيلدنج بلوك قلناها في الاس او اي، انا ممكن اشبك ده بيلدنج بلوك ده بيلدنج بلوك تاني، بس الاثنين بقوا يوزر. ممكن اشبك الشكل ده واشبك شكل تاني تالت رابع خامس عاشر وهكذا. انما الشكل اللي هو صورة ده انت محتاج تفهم، محتاج تعدل في الاستراكشر بتاعه عشان تخليه ابليكابل ان هو يتعاون معاك او يقدر يوزر. فكره اليوزابيلتي موجوده في الانتربرايز اركتكشر، موجوده في الاس او اي، موجوده في الليجو. الليجو الشكل ممكن تكون نفس المكعبات واحده بس طلعت ليها اشكال مختلفه. تمام؟ فده سريعا كده علاقه التشيس والليجو. هنبدا اول حاجه الكونسيبت ده هو الاساس في فهم الانتربرايز اركتكشر. تمام؟ اللي هو البروسيس والفانكشن الهاو والوات. تمام؟ اول حاجه انت عندك مجموعه بيلدنج بلوكس. يعني ايه بيلدنج بلوك؟ يعني نفترض مثال انا عايز اعمل قهوه. القهوه اللي انا عايز اعملها دي ليها مكونات رئيسيه، ليها لبن، ليها بن، ليها ميه، ليها سكر، ليها كذا كذا، ليها معلقه بقلل فيها وهكذا. تمام؟ فدي البيلدنج بلوكس، دي المكونات الاساسيه اللي انا اقدر ابني بيها اي حاجه.
المحتويات الاساسيه دي اسحى على اي حاجه، اسحى على انتربرايز، اسحى على سوفت وير، اسحى على هاردوير، اسحى على اي شركه، اسحى على اي حاجه في العالم. فده البيلدنج بلوك. البيلدنج بلوك بيحدد لك الوقت، ايه الحاجه اللي معايا، ايه الحاجه اللي قدامي اللي اقدر استخدمها عشان اطلع بيها حاجه ثانيه. تمام؟ فده ايه؟ ده الوقت. عندي مجموعه بيلدنج بلوكس، اهم حاجه اعرف ايه اللي قدامي اللي هو الحاجات اللي موجوده قدامي، اللي هو مثلا فيها مجموعه كراسي وفيها مش عارف بروجيكتور وفيها كذا. بعد كده تعمل الهواء وتعمل البروسس. القهوه اللي كان مثلا القهوه فيه مكونات موجوده، تمام؟ انت فاهم المكونات موجوده، بس ممكن واحد يعمل القهوه بطريقه ان هو يحط مثلا السكر الاول مش عارف اللبن الاول وبعدين يقلب وبعدين يحط الماء. ففي بروسس معينه ممكن تمشي للشخص ده. ممكن واحد تاني يعمل نفس القهوه بس بروسس مختلفه تماما. فده اللي هو الديفرنشيتور، كل واحد بيشتغل بطريقه مختلفه. تمام؟ فالهاو والوات هو البيزك بتاع الانتربرايز اركتكشر. هنشوف ازاي عن شوية. أول حاجة إيه هو الأركتكشر فريمورك؟ الأركتكشر فريمورك مبني على مجموعة حاجات. أول حاجة كومن فوكابلري، لازم يكون في لغة موحدة على مستوى كل الدومينز اللي هو الأبلكيشن والديتا والإنفراستراكشر والبزنس. الكومن لانجوج دي لو هي موجودة يعني أنا قلت كلمة بروسس أي حد يفهم عليه بروسس في المنشأة. لو إحنا اتفقنا على اللانجوج دي، لو انا قلت كلمه فانكشن اي حد فاهم يعني فانكشن، لو قلت كلمه بزنس اكتور، بزنس رول، ابلكيشن، انفراستراكشر كومبوننت وهكذا، فالناس كلها بقى في كومن لانجوج ما بينها، مش كل واحد بيتكلم بلغه مختلفه. لو واحد بيتكلم عربي واثنين بيتكلم هندي وثلاثه بيتكلم باكستاني وجمعتهم مع بعض مش هتعرف تعمل بيئه كويسه. لازم يكون في كومن ما بينهم، كومن لانجوج، بعد كده تبدا تشتغل. فده فايده اي اركتكشر فريم ورك. الميثود اللي هو ازاي انا هعمل او البروسيس نفسها اللي انا همشي فيها. يعني انا خلاص عرفت ان عندي مجموعه بيلدنج بلوكس، عندي اسس، عندي سيرفرات، عندي نتورك، عندي ابلكيشنز، عندي. تمام؟ طب ايه الطريقه اللي انا هستخدم بيها البيلدنج بلوكس دي؟ احنا قلنا البروسيس موجوده في القهوه، ان انا بمشي بطريقه معينه، هعمل السكر الاول ولا الميه ولا البن. نفس الفكره، ايه الميثود اللي انت هتشتغل بيها بحيث انك تستخدم البيلدنج بلوكس؟ تمام؟ تالت حاجة الستاندرد، الكوميونتي ستاندرد. رابع حاجة الفانكشنال ستراكشر، هنتكلم برضه كمان شوية بالتفاصيل عنه. ليه محتاج انتربرايز اركتكشر؟ قلنا أول فيديو سمبليفايد سبيد اب اركتكشر ديفلوبمنت كومبليت كفرج. دي أهم نقطة، إن أنا يبقى عندي رؤية عامة أو فول بيكتشر على كل حاجة موجودة في المنشأة. تمام؟ اللي هي كومبليت أو كومبليت بيكتشر. ريسبونسيف تو تشينج، لما يحصل لما يجي اي تغيير، طبعا التشنج موجود في اي وقت، لما يجي اي تغيير سهل ان انا اريسبوند للتشنج ده. مش هروح اغير في التشنج والتشنج ده مع الجاي ياثر في الدنيا كلها، في الدنيا كلها طبعا. في مثال شهير بيقول لك ان انت ممكن تكون مستخدم احدث تقنيه، مستخدم اس او اي، مستخدم انترفايس سيرفيس بوس، مستخدم كل حاجه ومستخدم بزنس رول انجن، بس في وقت معين حصل تشنج، عايز يغير رول معينه في البزنس رول، مفيش فايده ادخل برمجي تماما. خش راجل البيزنس رول انجن من قيمه 1% 2%، ممكن تخش انت تغيرها بالنسبه لك تقول الدنيا سهله بسيطه مفيش مشكله، بس لو انت ما درستش الامباكت، ما درستش نتيجه تاثير تغيير الرقم ده على المنشاه كلها، ممكن الدنيا كلها تبسط وراك. لو ما درستش الامباكت، لو التشنج ده ما حصلش بناء على امباكت اناليسيس، يبقى انت كده ما عملتش حاجه، ممكن الدنيا كلها تقع في ثانيه فقط. اتفقنا ان احنا عندنا بيلدنج بوكس. البيلدنج بوكس دي هي المستودع بتاعي، المستودع دوت هو اللي بحط فيه كل الاسيتس بتاعتي. يعني لو انا عايز اوصل الانتربرايز اركتكشر بتاعي الجامعيه، فببدا اول حاجه بالبيلدنج بوكس. ايه البيلدنج بوكس اللي موجوده فيها؟ ايه الاقسام اللي موجوده؟ ايه الاسيتس؟ في كراسي، في بروجيكتور، في كذا، وابدا اعمل بعد كده كلاسيفيكيشن ونشوف كمان شويه. فاول حاجه جيت عليها هي حطيت كل حاجه في مكان واحد، ده البيلدنج بوكس. البيلدنج بوكس موجوده في الجزئيه اللي هو المستودع. تمام؟ تاني حاجة في ميثود اللي هي البروسس، اتفقنا ده البيلدنج بلوك ومكونات القهوة، دي البروسس اللي أنا بمشي عليها عشان أصنع القهوة، دي الهواء، ده الوقت وده الهواء، تمام؟ الأوتبوت من الكلام ده هو الأركتكشر بتاعي، يعني أنا بروح أبني فيو معين للستيك هولدر، مثلا ممكن يكون السيرو عايز يعرف مني الريفينيو في فترة معينة بناء على البروسس اللي أنا دفعته يعمل ريفينيو كوست أناليسيس وهكذا. فالأسيتس اللي هو عايزها دي هي جاية من البيلدنج بلوكس بتاعتي، صح؟ فانا بنيت بناء على الميثود بتاعتي، بنيت له فيو بوينت، بنيت له حاجه عرفها عليه هو، والهدف ان انا بستخدم البيلدنج بلوكس دي بحيث ان انا اخرج الحاجه اللي هو عايزها. ماشي؟ فاول حاجه الاركتكشر موديل هو الستيك هولدر كونسيرت. الستيك هولدر
هو اي حد مهتم بالاركتكشر ممكن انت بتعمله. يعني انا عملت اركتكشر مثلا ديت اركتكشر اورجانيزيشن اركتكشر الاول بتاع دوت مين اللي عايزه سبيك روتر معين. لو انت اشتغلت من غير سبيك روتر ماب يبقى انت بتعمل حاجه في الهواء. يعني لو انا رحت اشتغلت وقعدت عملت انفست وتعبت نفسي وفي الاخر محدش عايز يشوف الفاليو دي ملوش لازمه. ملوش لازمه كل اللي انت بتعمله ده. ما تشتغلش اصلا الا لما تكون محدد مين الستيك هولدر وتعمل حاجه اسمها ستيك هولدر ماب تحدد البريورتي بتاعته هل هو انترستد بالشغل دوت ولا لا وايه الفيو بوينتس اللي هو عايزها وبعد كده تبدا تشتغل. نفس الفكره انت لو في الاس او اي مثلا ما تروحش تشتغل تروحش تبني مبنى وانت اصلا ما فيش عقد ما بينك وما بين مثلا الفندور او عقد ما بينك وما بين صاحب العقار نفسه. انت رحت بنيت ورحت جبت المعدات واشتغلت وعشت حياتك وشايف ان ده احسن حاجه في الدنيا بس الستيك هولدر اللي هو اصلا يستلم منك هو مش عايز الكلام ده مش تمشي بمزاجك انت هتمشي بمزاج الستيك هولدر. تمام فده الاركتكشر موديل. الميثود قلنا هي الهاو ان انا ازاي استخدم البيلدنج بلوكس دي بحيث ان هي تساعدني ان انا اطلع الموديل اللي الستيك هولدر عايزه. الكاتيجورايزيشن سيستم اللي هو الريبوستوري لازم الحاجات دي انا مش هحطها كلها مره واحده لازم اعمل لها تصنيف. مش هروح احط الداتا مع الابلكيشن مع البيزنس مع الانفراستراكشر مع مش عارف كل حاجه كده مش في بعضها لازم يكون في تصنيف في كاتيجورايزيشن مش كل حاجه كده في بعضها عشان ارجع استفيد تاني. تمام الميتا موديل. الميتا موديل هو البناء عليها بتطلع الاسيتس دي. يعني انا عندي مثلا الميتا موديل هو اللانجوج اللي اتفق عليها هاو اند ويز وات يو كان دو يور انتربرايز اركتكشر. ازاي اعمل الاركتكشر بتاعي فانا بعرف مجموعه اوبجكتس مجموعه اليمنت اللي هي مثلا يعني ايه بروسيس يعني ايه فانكشن يعني ايه بزنس رول يعني ايه كونتراكت اعرف اللانجوج بتاعتك اللي انت تشتغل بيها. بعد كده تبدا تبني عليها البيلدنج بلوكس دي وتبدا تبني عليها الموديل بتاعك اللي انت هتطلعه للايه؟ للسيكول. فده المستودع انا بنيت المستودع حاطط فيه كل الاسيتس. المستودع ده اتبنى بناء على ميتا موديل معين مش هروح احط هنا اي بيلدنج بلوكس ملوش تعريف عندي ملوش لانجوج. لو ما فيش اوبجكت في لانجوج معرف تحط حاجه ملهاش لازمه محدش يعرف اصلا ايه الاوبجكت ده محدش يعرف يعني ايه بروسيس لو انت مش معرف في الميتا موديل ان البروسيس تعني كذا. تمام تاني حاجه الميثود تاني حاجه هو الاركتكشر. طيب انواع الدومين الموجودين في الاركتكشر هو الاركتكشر دومين عندنا بزنس ابلكيشن وديتا انفراستراكشر. في دومين تاني ممكن يضاف ناس اكستنشن اللي هو السكيورتي بس دول الكور بتوع اي انتربرايز اركتكشر فريم ورك. البيزنس هو بيربط لك الاستراتيجي بزنس درايفرز والبيزنس جولز الاستراتيجي درايفرز مع البيزنس بروسيس اللي موجودين مع البيبول الناس اللي شغالين ازاي ده البيزنس دومين. تمام فالبيزنس دومين مش مهتم فقط بالبروسيس اللي ماشيه لا ممكن المكان اللي احنا فيه ده جزء من البيزنس اركتكشر. تمام الاسيتس الموجودين الناس نفسها اللي موجوده انا عايز انمي السكيلز بتاعتها واديهم تريننج ده جزء من البيزنس اركتكشر. تمام الابلكيشن اركتكشر اللي هو مهتم بالابلكيشن نفسه وعلاقه الابلكيشنز دي ببعضها والانتجريشن بوينتس ما بينهم وهكذا. الداتا اركتكشر مهتم باللوجيكال داتا اسيتس والفيزيكال والداتا مانجمنت. التكنولوجي اركتكشر اللي هو الانفراستراكشر سوفت وير وهارد وير ونتورك وسيرفرات وفاير وولز وهكذا. تمام فالدومينز دي كلها مع بعض هي اللي بتكون الاركتكشر فروم اذر بيرسبكتيف فروم ديفرنت بيرسبكتيف. عايزين نفوق شويه عايزين نفوق شويه. طيب احنا كل ده احنا لسه ما اتكلمناش تحديدا على التجاه بس كل الحاجات دي لو انت في اكتر من فريم ورك هنتكلم ان انا موضح الصوره دلوقتي ايه الفريم وركس الموجوده. في زاكمان في ياف اللي هو بتاع الفيدرال في الحكومه الامريكيه في الجرافي 500 فريم ورك بس في حاجات كومون ما بينهم في حاجات اللي هي لو انت رحت خدت اي انتربرايز اركتكشر هتلاقي الحاجات كلها موجوده فيها. تمام خلاص قلناها نخش على الفريم وركس. دي الفريم ورك اللي موجوده مش كلها طبعا اللينك الاول ده اللي هو عايزه اركتكشر انا موجود فيه كل الاركتكشر فريم ورك في ديسكريبشن عنهم ومين البروفايدر بتاعهم اللي هو عايزه بس اركتكشر موجود فيه التوجاف موجود فيه الارتيميت موجود فيه الفياف موجود فيه حتى بتاع ياسر اللي هو الناشونال انتربرايز اركتكشر موجود فيه كل الانتربرايز اركتكشر فريم ورك والديسكربشن عنهم وحتى الويب سايت بتاعهم اللينك بتاع الاركتكشر فريم ورك ده. فهل اس او اي يعتبر
فريم ورك ولا اس او اي عباره عن الاس او اي هنخش حالا هو ستايل تطبيق انتربرايز اركتكشر. يعني الانتربرايز اركتكشر بيتم بمجموعه ستيبس هنشوف المسج اللي هنشوفها اللي هي الاي دي ام اركتكشر ديفلوبمنت ميثود. الاس او اي هو بيفكر في الانتربرايز اركتكشر من وجهه نظر السيرفيس. يعني بيفكر في اي حاجه بيفكر فيها كبزنس سيرفيس انفراستراكشر سيرفيس داتا سيرفيس ابلكيشن سيرفيس بيتكلم كخدمه مش بتكلم كحاجه منفصله. يعني مش بتكلم في سكوب مش بتكلم في ابلكيشن مش بتكلم ان ممكن يكون في ابلكيشن جوه مجموعه خدمات صح. مثلا نفترض ابشن انت مش بتروح تقول ابشن من وجهه نظر الاس مش بتروح تقول ابشن انت بتقول خدمات ابشن ايه. في سيرفيس خاصه بالجوازات سيرفيس خاصه بالمزافات سيرفيس خاصه بالمواطنين المقيمين سيرفيس خاصه بكذا وكذا. فالاس او اي بيتكلم على البيزنس من وجهه نظر الخدمات مش من وجهه نظر الابلكيشن. فده السيرفيس او اي. في سلايد موجود على السيرفيس او اي كمان شويه لسه ما وضحتش قوي لسه ما وضحتش برضه شويه. في سلايد بعد ما نتكلم على الميثود بتاعت هو في طرق ثانيه مثلا طريقه ستايل بالظبط طب هل دي فريم ورك خلاص هي فيها اي طريقه معينه برضه تمام طبعا لسه احنا بنقول ان لسه هي عباره عن فريم ورك اسمها طريقه معينه عشان اطبق انترفاز معينه صح؟ صحيح. التاني ده سوري عباره عن طريقه معينه هو ستايل بس بيطبق من وجهه نظر الخدمه. يعني هنفترض مثال بس اي فريم ورك بالظبط هو الموضوع مش سبيسيفيك على حاجه معينه. انت ممكن تعمل ميكس زي ما انت عايز تحط اس او اي مع توجاف مع كوبيت مع سي ام اي كل حاجه ممكن يو كان ميك يو ريفرنس اركتكشر. بس في سلايدز ثانيه مشهوره برضه زي اس او اي في ايه؟ في سلايدز في سلايد في سلايد ثاني موجود المايكرو سيرفيس حد ذاتها منفصل على الاس او اي ممكن يعتبر ستايل تطبيق انترفايز اركتكشر كهذا سيرفيسز يعني تمام. بصراحة مش في دماغي حاجة معينة دلوقتي في السلايد. هل كل انتربرايز لازم يبقى فيها اس او اي؟ لا مش لازم طبعا. مش لازم. أنا بقول لك أنت هل كل انتربرايز لازم تطبق ايزو؟ لا بس كل انتربرايز لازم يكون فيها انتربرايز اكتشف. المفروض يكون في لازم طبعا يكون في مثلا فريم ورك معين. صحيح بس مش لازم. صحيح بس مش لازم يشتغل على الفريم ورك دوت باي بوك. هو بيبني هيز اون انتربرايز اركتكشر. اوكي مثلا زي الوايتر مثلا بالظبط كلها بيست براكتس او بالظبط بالظبط. مش ريليتد لفيلد معين زي بروجكت مانجمنت مثلا. صحيح. بيطبق على اي انتربرايز. بالظبط. انا هقول مثلا تاكيدا على الموضوع ده في الفئات ده اللي هو الفيدرال انتربرايز اركتكشر فريم ورك ده مبني عشان الولايات في الولايات الامريكيه نفسها في اليو اس كل ولايه ايه الحاجات اللي المفروض تكون موجود فيها فورم بزنس والابلكيشن وداتا وانفراستراكشر. لازم يكون في اي ولايه حاجه للصحه حاجه للتعليم حاجه للنقل حاجه للفضاء حاجه اي حاجه انت عايزها. فهم بانيين الفريم ورك ده كله بناء على الفيدرال. لو خدت الفريم ورك ده كار بيست في اي ولايه ثانيه فخلاص انت كل المعلومات اللي موجوده في ولايه موجوده في الثانيه في الثالثه في الرابعه. فده مبني على الفيدرال تمام؟ التوجراف عام مش بتتكلم على حاجه معينه ده فيدرال. في فريم ورك ثاني للاي او تي في فريم ورك ثاني موجود في الاس دي بيج داتا وهكذا. ففي اكتر من فريم ورك بس الفكره انك تختار اللي انت عايزه بس وتحاول تكستمايز بحيث انت توصل للريفرنس اللي انت عايزه. يعني هو بس في التعليق بس بالنسبه للانتربرايز حضرتك لسه من شويه بتقول هي مش مرتبطه باي بزنس او مش مرتبطه ب ممكن تبنيها في اي دومين بالظبط. لا انا مش قصدي كده انا قصدي هي ريليتد بالاي تي فيلد. يعني لا مش ريليتد بالاي تي انت ممكن تعمل بمعنى البيزنس دومين لاي بزنس اي بزنس دومين بتبني عليه بعد كده كل الكيسز اللي جايه. صحيح. لكن في الاخر عشان توصل لاوت بوت هو برودكت بس برودكت اركتكتشر بيست يعني مبني اركتكتشر وايز. يعني في الاخر يبقى ابلكيشن وفي الاخر يبقى سيرفيس. كلمه ابلكيشن وكلمه سيرفيس كلمه عامه جدا. كلمه ابلكيشن مش معناها هو ابلكيشن مش معناها موبايل ابلكيشن. كلمه ابلكيشن هي هاو تو ابلاي سمثينج ابلكيشن المعنى الحرفي ليها هاو تو ابلاي. تابلاي دوت بابلكيشن تكنولوجي ابلكيشن تابلاي مانيوال تابلاي اي بص هو ابلكيشن في الاخر. كلمه سيرفيس كلمه عامه هي مش ويب سيرفيس هي مش اي دي بي اي هي مش سوق هي خدمه بتقدمها. فالتوجيه او انتربرايز اركتكشر عموما اي فريم ورك هو مش بيتكلم على الاي تي. انت ممكن تروح تطبقه في اي مكان. لا هي مش قصدي المكان ولا البيزنس دومين. قصدي ان في الاخر خالص الاوتبوت بتاعي
يا اما ابلكيشن سيرفيس يا اما اي بي اي زي ما انت قلت. لا مش لازم، مش لازم، هو مش عشان انه اي دي يبقى المهم ان هو لازم يكون كده. انت ممكن تروح تطبقه في مجال معماري، مجال كونستراكشن مثلا، مجال. طب الداتا والابلكيشن الابلكيشن هاو تو ابلاي، يعني انت خدت بزنس بروسس معينه ان هم ازاي المقاول بيسلم مش عارف للشخص الفلاني بيستلم من الشخص الفلاني، فده البيزنس. ازاي تعمل له ابلكيشن داتا فروم كونستراكشن برسبكتيف مش فروم اي تي. الداتا انت عايز تجمع معلومات عن حاجه معينه، عايز تجيب خدمات الخرسانيه ايه الاتربيوتس او الخصائص بتاعتها، فده برضه كونستراكشن ملوش علاقه بالاي تي. تمام، بس هو طبعا عشان بنتكلم اي تي احنا بنتكلم برضه هاو تو ابلاي ويز اي تي. فانا في بقى فريم ورك يعني في بقى في يقدر يبدا في حاجه مثلا في فريم ورك بيقدر في فريم ورك صحيح مش بيدوس بعض. لا لا مش بيدوس بعض، هم كومباتبل. انا ممكن اخد حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا عشان ابني ماي اون ريفرنس ابلكيشن. انت مش لازم تهتم بكل التفاصيل في كل حاجه، انت بناء على المؤسسه بتاعتك لقيت ان حته معينه في الاتجاه انا محتاجها. انا مش محتاج افكر مثلا في المايجريشن دلوقتي ولا ازاي اعمل مايجريشن بلان ولا امبلمنتيشن، انا هاخد برنامج فيزز معينه من الانتربرايز اركتكشر ديفلوبمنت ميثود، هاخد بس البيزنس مش هفكر في اي حاجه ثانيه دلوقتي. فالمايجريشن بس كده براحتك من الفريم ورك ثاني براحتك انت بس تفهم بس الناس براحتك. بناء على سؤالك اللي هو ان التوجيه خاصه بالاي تي هي اول ما طلعت شفت المشاكل بتاعتها شغل تمام فشل لكن بعد ما لقيت هذا كان في كل الدوليس معايير كانت بروسيس فهي اصلا هي بروجكت معمول علشان تفهم مشاكل الاي تي بالظبط كده عملت اكسبلين كل الفيتشرز صحيح صحيح تمام. فهنتكلم تحديدا على الجوجاف مش هنخش على باقي الفريم ورك. اللينك دوت موجود فيه زي ما قلنا كل الفريم وركس الموجوده في الديسكربشن عنهم، هنبدا تحديدا في الجوجاف. تمام، الكوجاف هو اركتكشر فريم ورك، قلنا اركتكشر فريم ورك هو كومن لانجوج لغه بتتكلم بيها مع ميثود هاو تو ابلاي مع مجموعه استخدام، ده الفريم ورك لغه الناس كلها فاهمها وطريقه تطبيقها. تمام، هي زي ما قلنا الاتريتيف بروسيس موديل هي اللي هي الاي دي ام ميثود، هي مبنيه على الاتريشن، ليها علاقه برضه بالاجايل هنشوفها كمان شويه، ان هي مش لازم تنفذ كل الستيبس، انت ممكن تنفذ ستيبس معينه بالاتريشن معينه مش كله ورا بعض. تمام، التوجاف هو الاوبن جروب اركتكشر فريم ورك معمول من اوبن جروب. تمام، ومبني على الدو داف او اللي هو الاركتكشر فريم ورك بتاع وزاره الدفاع الامريكيه. تمام، برضه مبني على التكنيكال اركتكشر فريم ورك فور انفورميشن مانجمنت. كل الفريم وركس دي موجوده في اللينك بتاع الايزو في الديسكربشن. بس هو اول حاجه كان هو كان في فريم ورك لوزاره الدفاع الامريكيه، بعد كده هي وهبته الاوبن جروب مثلا منشاه يعني اورجانيزيشن، بعد كده هم عملوا تحسينات عليه بعد لما عملوا وصلوا لحد الان فيرجن 9.2. تمام، طيب المكونات الرئيسيه في التوجاف اول حاجه من اليسار هي الاي دي ام الاركتكشر ديفلوبمنت ميثود، هي دي الميثود اللي هي الهاو اللي اتفقنا الوات هي البيلدنج بلوك. انت عندك مجموعه بيلدنج بلوكس واسيتس ازاي تتعامل معاها عن طريق الميثود اللي هي الاركتكشر ديفلوبمنت ميثود الاي دي ام. بعد كده الكونتنت الاركتكشر كونتنت فريم ورك ده بيتكلم مني على الميتا مودل، ازاي تبني الميتا مودل بتاعك، ازاي يكون في اوبجكتس وليها علاقه ببعضها، بلس ايه الحاجات اللي انت بتسميها الديليفربلز والارتيفاكت واللي انت بتسميها تكون على الستيك هولدر. تاني جزء هو ريفرنس موديل، عاملين برضه ريفرنس موديل تي ار ام وتريبل اي ار ام، عاملين مجموعه ريفرنس موديل ممكن تستخدمها في حسب الفيلد اللي انت عايزه. بعد كده في مجموعه جايد لاين وتكنيكس، بعد كده الانتربرايز كونتينوم اللي هو ازاي تعمل كلاسيفيكيشن للمستودع بتاعك ده للستور. انت خلاص حاطط البيلدنج بلوك مش هتحطها زي ما قلنا كلها في مكان واحد، لازم تعملها كلاسيفيكيشن تصنفها. فده الفصل موضوع الكلاسيفيكيشن. الكربيتي فريم ورك ازاي تبني الكربيتي او تمبروف الكربيتي عندك في المنشاه اللي هو البيبول والبروسيس والتكنولوجي. تمام؟ طيب زي ما قلنا زي ما قلنا من شويه ممكن تستنى مع اي حاجه، فالتوجيه مع الاي فريم ورك انت مش لازم باي بوك تلتزم بكل حاجه موجوده مثلا في الاي دي ام، انت ممكن تاخد مجموعه ديليفربلز او مجموعه ميثودز موجوده في الاي تي ار اي الموجوده في التوبيك وتبني مارك يور اون ميثود تو امبلمنت. يعني انا ممكن اروح اخد مثلا في البيزنس اركتكشر ممكن اروح اخد تفاصيلها من البيزنس بروسس مانجمنت، ممكن الداتا انفورميشن ولا ابلكيشن اروح اخد من الداتا مانجمنت والبيج داتا ريفرنسز وانكلودها هنا ابني ماي اون ريفرنس اركتكشر.
ممكن اخد مثلا في الاوبورتيونز سوليوشن اروح اخد من السوليوشن اركتشر او امبلمنت المايجريشن من البروجكت مانجمنت الدي ام بي الاتشينج مانجمنت مع الكوربت الامبلمنتيشن برضه جفرنس مع الكوربت. تمام فهنا انت ممكن تكستمايز براحتك يعني الموضوع مش فيكس. طيب ده بس تقسيمه الكونتنت في الجراف اللي هو كل الرسمه دي مبنيه على الفكرة بالظبط اللي هي دي ان انا يكون عندي مستودع ده اللي هو الانتربرايز كونتينر بسميه الانتربرايز كونتينر او الاركتشر هيستوري ان يكون عندي كونتنت ميتا موديل اللي هو الميتا موديل والارتفاكت والدليفربلز ان يكون عندي ميثود وهاو ازاي اعمل القهوه نفسها دي الميثود ان يكون عندي اوتبوت للستيك هولدر اللي هو الاركتشر موديل كل الفكره دي مبني عليها البروجرام الاركتشر موديل بيمثل الكونسيرن بتاع الستيك هولدر يعني انا بروح اعمل موديلنج ليه؟ يعني انا بروح ارسم مثلا اللوجيكال بتاع الموديل ده لمين؟ بروح ارسم البيزنس بروسس لمين؟ بروح ارسم مثلا الكونتراكت مع الاورجنايزيشن ماتريكس لمين؟ لازم يكون في ستيك هولدر عنده درايفر معين عنده كونسيرن والكونسيرن ده هو اللي دفعني ان انا اعمله كده. تمام؟ فده بقى اركتشر موديل. طيب الديسكريبشن مش لازم نخش التفاصيل على طول. طيب اول حاجه هنبدا فيه الريبوستر المستودع خلاص المستودع فيه مجموعه البيلدنج بلوك نحط فيه كل الاسيتس اللي انا عايزها الاسيتس دي بزنس ابلكيشن داتا انفراستراكشر سكيورتي اي حاجه في اي حاجه ممكن تحطها في المستودع. تمام المثال هو زي البلاي ستيشن ستور الستور دوت مش هتلاقي الجيمز كلها محطوطه كده مرميه وخلاص مش معطره في اي حته لا لازم يكون في سبيسيفيكيشن في جيمز مبنيه على الاستراتيجي في جيمز مبنيه على الريسنج مبنيه على الاكشن ماركت فانت بتعمل سبيسيفيكيشن للاسيتس بتاعتك. تمام بناء عليها تعرف توصل الاسيت ده بسهوله بناء عليها تعرف تشوف حد ازاي تعمله يوزابيلتي بقى كده هي مش سيبه كده. طب في يعني في مواقع كده بتدي امثله عن الاسيتس اللي بتبقى موجوده على مثلا فالموضوع لو هو اد هوك ماشي كده خلاص انت مش هتعرف مش هيبقى في كلاسيفيكيشن تعرف توصل لحاجه في وقت معين بشكل معين. تمام طيب كلاسيفيكيشن بقى مبني ازاي؟ انت فعلا بتلاقي المستودع زي ما قلنا. تمام المستودع دوت متقسم اول حاجه هوريزونتال اركتكشر وسولوشن اركتكشر كونتينوم او سولوشن كونتينوم. الاركتكشر هو الحاجه الموديلنج اللي انت بترسمها انت عايز تطلع اركتكشر اسيتس او اركتكشر ريفرنس موديل انت بانيه عشان تشتغل عليه. السولوشن هاو تو ابلاي ذيس اركتكشر مثال لو انا اتكلمت على اي ار بي عامه كلمه عامه كده اي ار بي اي ار بي اركتكشر موديل او اركتكشر فريم ورك فانا كده بتكلم على الاركتكشر رسمه بتوضح الاي ار بي ستراكشر من ازاي. انما لو رحت قلت اوراكل اي ار بي لو رحت قلت مايكروسوفت اوراكل مايكروسوفت اي ار بي فده كده سولوشن. تمام في فرق بين الاركتكشر والسولوشن. الاركتكشر هو الموديل اللي هو مش لازم يكون تبع فيندر معين مش لازم يكون ليه طريقه حل معينه انا بروح ابني تصوري فده اركتكشر. انما هاو تو ابلاي ذيس اركتكشر ده السولوشن خلاص ده الحل ازاي تحل الاركتكشر ماشي. فكده كل المستودع اول تقسيمه كان هو اركتكشر ولا سولوشن فانت كده قسمته بالنص خلاص. بعد كده سواء اركتكشر او سولوشن بيشمل الدومينز الاربعه بزنس ابلكيشن داتا انفراستراكشر خلاص. فممكن تكون هنا في بزنس ريفرنس انت ماشي عليه ده ليه سولوشن معين ممكن يكون في ابلكيشن ريفرنس انت ماشي عليه ليه سولوشن معين داتا وانفراستراكشر وهكذا. فانت رحت هنا وصفت ريفرنس موديل مثلا للديف اوبس مثلا ريفرنس اركتكشر موديل فده عام. لو وضحت ان هو تبع فيندر معين سولوشن فده سولوشن ايه؟ اركتكشر سولوشن لما يبقى السولوشن هاو تو سولف الاركتكشر موديل خلاص. ده كده اول تصنيف احنا كده قسمناهم بالنص. التصنيف اللي هو الفيرتيكال اللي هو الاربعه كلاسيفيكيشن فاونديشن كومن سيستم اندستري اورجانيزيشن اكسبرت خلاص. الفاونديشن هو حاجه
كومن حاجه جينيريك جينيريك كومبوننتس والريليشن شيب بينهم، هي مش بتوضح سبيسيفيك حاجه معينه، هي حاجه جينيريك فاونديشن كده ممكن تستخدمها في اي حاجه. ده الفاونديشن. الكومن سيستم هي الحاجات الشائعه، الحاجات الاستخدامية زي مثلا موضوع الاي ار بي مش تبع سبيسيفيك اندستري، يعني ممكن تستخدمه في اي حته. نفس مثلا فكره الاي ار بي ده كومن سيستم. استخدم عليها في الامثله. الاندستري هي حاجه خاصه بمجال معين زي مثلا الديتيل اندستري صناعه التجزئه اللي هو السبلاي تشين، زي مثلا في الدوري السعودي اليو بي يو. اليو بي يو يعتبر اندستري لان هو اليو بي يو هو يونيفرسال ايه؟ بوست بوست المهم هو ريفرنس مبني لصناعه معينه اللي هي صناعه الفريق السعودي ازاي تنقل الماده الكبيره كذا، فده ريفرنس اندستري هو مبني على صناعه معينه تمام؟ مش كومن مش اي حد ممكن يستخدمه. الكومن اي ار بي نشوف الامثله انما الاندستري زي صناعه التجزئه السبلاي تشين اليو بي يو وهكذا. الاورجانيزيشن سبيسيفيك انت بين يور اون اركتكشر. فدول الاربعه كلاسيفيكيشن. هنا بتحط اي حاجه فاونديشن، ممكن تحط مثلا الدوجات هذا ريفرنس موديل في الفاونديشن، ممكن تحط اي حاجه ريفرنس ماتيريال بين خلاص. الكومن سيستم الحاجات اللي هي مستخدمه بين اكتر مش خاصه بصناعه معينه الا الاندستري سبيسيفيك تيلي كوميونيكيشن شغال فيها اي صناعه انت شغال فيها، وده الاورجانيزيشن سبيسيفيك ده الحاجه بتاعتك انت اللي انت باني عليها الايه الكارغاز بتاعتك. بزنس ديتا ابلكيشن تكنولوجي اللي هو الاربعه دومينتكشر دومينز تمام. لو لاحظتوا ان هو بيتدرج من الجينيريك للسبيسيفيك، فهو كان هنا مور جينيريك فاونديشن، بعد كده بقى كومن سيستم قاعد بيتدرج ناحيه السبيسيفيكيشن، بعد كده بقى خاص بالاندستري فيرتيكال اندستري معين، بعد كده بقى خاص بالمنشات كده خلاص. فهو بينتقل من الجينيريك الى السبيسيفيكيشن. مثال على كل واحده الفاونديشن الأول واحد الفاونديشن اركتكشر تي ار ام، ده ريفرنس اركتكشر تكنيكال ريفرنس اركتكشر الاوبن جروب مع الدماغ من ضمن المنتجات، بيوضح لك حاجه عامه كده انت عايز تبني مثلا علاقه الابلكيشن مش عارف تحط ميدل وير تحط مش عارف ايه، فهو بيقول لك حاجه عامه تمام ممكن تستخدمه في اي مكان. الكومن سيستم اي ار بي سكيورتي نتورك مانجمنت اوبريشن كل الحاجات دي جنرال جينيريك بس هي مش فاونديشن، هي كومن حاجات مشهوره كده ممكن تستخدمها في اي حاجه. الاندستري زي ما قلنا اللي هو البريتيل اندستري او مثلا بوليل الجاز حاجه خاصه بموضوع البترول والحاجات والمعادن والكلام ده. النيو بيو زي ما قلنا الاورجانيزيشن سبيسيفيك اللي هو حاجه بتاعتك انت او مثلا نظام البنك اركتكشر البنك وهكذا خلاص. فهنا زي ما قلنا سولوشن اركتكشر ده الريفرنس اركتكشر، ممكن تجيب سولوشن بناء على الاركتكشر موديل بتاعك في البنك. هو انا فاهم بس مش احنا بنتكلم دلوقتي على الميزانيه. احنا بنتكلم ده اللي احنا بنتكلم دلوقتي على شيء احنا بنتكلم على المستوى. اول حاجه انت عايز تبني الاول صح؟ اول حاجه المفروض تستخدمها انك تروح تبني المستوى بتاعك قبل المستوى. وانت بتبني انا لسه متكلم في الارض، انت دلوقتي انت رحت بس تروح تشوف مكان ورحت تحجز مكان عشان تحط فيه الاساس بتاعك. فده الاساس خلاص؟ اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ازاي تصنفها؟ او تسفاي الاسيتس اللي هنا. الاسيتس دي اتحطت ازاي بناء على ميتا موديل؟ اللي هو هنا اللي هو ميتا موديل. يعني انا مش هروح احط هنا حاجه اسمها ابلكيشن الا ما يكون الابلكيشن هو عارف ان ده احنا بنشوف ناس تعمل عليه ميتا موديل. ميتا موديل لسه كان شويه لسه ما كانش ميتا موديل. ميتا موديل هنا بيوصف لك ايه اللانجوج اللي انت بتتكلم بيه. يعني انا هقول في حاجه اسمها بزنس بروسيس، في حاجه اسمها بزنس فانكشن، في حاجه اسمها كونتراكت، في حاجه اسمها ابلكيشن. اللانجوج والديفينيشن لكل حاجه من الحاجات دي، فبحس ان انا لو رحت لاي حد في المنشاه وقلت له يعني ايه ابلكيشن هيبقى فاهم، لان ده اللانجوج بتاعتنا ده قاموس. فالميتا موديل هو القاموس. لو في حاجه هنا مش موجوده في القاموس اللي ملهاش لازمه ملهاش كاتيجوريزيشن سيستم. كاتيجوريزيشن سيستم المستودع ده بصنفه. فانا عندي اول حاجه في ستور مستودع بند زي ما قلت لك المثال ده. مستودع بند مش بيحط الحاجه في اي مكان كده، في حاجه خاصه بالاجهزه الكهربائيه، حاجه خاصه بالمواد الغذائيه وهكذا. فالمستودع ده كده ابستراكت مش في اي حاجه. الكاتيجوريزيشن سيستم هو بيصنف الحاجه هنا بيصنفها هوريزونتال اركتكشر سولوشن، بيصنفها فيرتيكال فاونديشن واندستري كومن سيستم واندستري سبيسيفيك خلاص. هو فقط عشان تحط الحاجه في مكانها الصح، مش تروح تحط مثلا كرتون الضيق مع اجهزه كهربائيه. يعني ده فكره الكلاسيفيكيشن. خلاص مثلا فور اكزامبل الكومن مثلا زي الاي ار بي مثلا، تحط مثلا اركتكشر تبع ابني عايز يعمل يعني شكل فريم بالظبط اركتكشر. السوليوشن مثلا انا استخدم اوريكال مثلا انت ده بيشوف
السوليوشن تروح تشوف كل الفيندرز اللي بتقدم اي ار بي ازاي هي بتمات ماي نمبر ريفرنس اركتكشر. هتفيد مع الايه؟ بالظبط. انت رحت بنيت انا عايز الاي ار بي بالشكل الفلاني. طيب مين الفيندر اللي بيقدمه بالشكل اللي انا عايزه؟ تبدا بقى تقارن. وده وظيفه السوليوشن اركتكت ان هو يروح يقارن الفيندرز ويشوف ايه البيست سوليوشن ليه اركتكشر تمام؟ طيب. معلش ده من راحتك. أنا كبروفيسور كنت رايح دلوقتي مسكت شركة اي تي علشان اعمل لها انتربرايز اركتكشر. اوكي، اول ستيب هعملها مثلا هي الكاتيجوريزيشن. هي الكاتيجوريزيشن هعدد اول ستيب انت هتروح تمشي بالميثود، هنشوف الاركتكشر ديفلوبمنت ميثود. بس الستيبس انت بتمشي بناء على الميثود. انت احنا قلنا الهاو والورك. انا لو الوقت انا بروح اشوف ايه الحاجات اللي عندي. انا بس بعمل زي سيرفي كده، لقيت فيه دوسي، لقيت فيه بروجيكتور، بس بتخيل ايه الوضع اللي عندي. بس طيب هو انا دخلت دلوقتي شركه اكس، وشركه اكس ديت عايز اعمل لها اللي هو اعمل بقى الحاجات اللي فيها على الرسم اللي احنا بنتكلم فيها في الميثود. في الميثود الستبس في الميثود ما انت بتقول ستبس، انت بتقول ميثود. ازاي اعمل دي ميثود؟ ان انا عارف فرق بين ان انا عايز اعرف بس اشوف ايه اللي موجود في المكان. انا دخلت بتفحص المكان، بنجح اشتغل، عملت معناه بص، عملت معناه بص، هعمل ايه معناه بص. طيب ما لقيتش كلاك اورجانيزيشن، ما لقيتش مثلا ايه اي ار بي اركتكشر، ده بقول ان انا كان برايز اركتكشر تمشي على الستبس عشان تبني. لو هم عايزين عشان ابني، لو كان موجود بس هيتحط تبني او تروح تجيب ريفرنس موجود، او يعني حسب رقم الدكتور ممكن يكون في ريفرنس انا استخدمه. بس كمان فرصه بالظبط. فاحنا كده لسه ما اتكلمناش ازاي اشتغل، احنا بنتكلم بس عموما المنشاه المفروض يكون فيها اي حاجه تصنفه، مش احطه كده خلاص. احطه في المكان ازاي بالميثود؟ التصنيفات دي هي دي بالظبط. تمام؟ لا بس بنتكلم ازاي تصنف. خلاص؟ طيب. فقلنا ان انا اصنف سريعا اركتكشر وسولوشن، بعد كده هو هل هو في الجزء الفاونديشن اركتكشر ولا سولوشن؟ هل هو في كومن ولا في اندستريال اورجانيزيشن؟ بناء على هل هو بيزنس ولا ديتا اركتكشن ولا انفراستراكشر؟ بس في اكتر من معيار هنا، يعني هل هو بيزنس فاونديشن اركتكشر ولا هل هو بيزنس سولوشن اركتكشر ولا هل هو بيزنس او هو مثلا ديتا سولوشن اركتكشر وهكذا. فبناء على ده مع الكلاسيفيكيشن. خلاص؟ الكاتيجورايزيشن دي جنرال في اي كاتيجورايزيشن جنرال، بس هي فكرتها موجوده برضه في التوجهات منهم يعني، بس هي جنرال. انت يكون عندك كلاسيفيكيشن ممكن تلاقيها مسميات مختلفه، بس الفكره ان انت تصنف ازاي دي براحتك. بس هو هنا مسميات الكاتيجوري. ماشي؟ طيب خلصنا دي. قلنا ان احنا عندنا من النور جينيريك للسبيسيفيك اللي هو الفاونديشن، خلاص كده الاندستري سبيسيفيك اندستري، مرورا بالكومون والاندستري. خلاص؟ نفس دي رسمه بس مختلفه، اللي فوق اركتكشر واللي تحت سوليوشن. كل ده المستوى ده كله هو انتربرايز كونتينيوم، اللي هو المنشاه كلها سواء اركتكشر او سوليوشن. ماشي؟ طيب هنا برضه تاكيدا ان السوليوشن كونتينيوم هو مبني بناء على الاركتكشر. ما تروحش تبني سوليوشن سواء فاونديشن او كومن او اندستري او فاونديشن سبيسيفيك الا لما يكون جايد سبورتد باي الاركتكشر. مش هتروح تروح تشتري اي ار بي سيستم وانت ما عندكش ريفرنس اركتكشر، تقول انت عايز ايه اصلا من اي ار بي. انت لو رحت اشتريته هتلاقيه بعد كده ممكن ما يلاقيش احتياجاتك. طب انت هنا ما لقيتش الاركتكشر باحتياجاتك، ده الفكره. خلاص؟ عندك شو بس؟ خلاص بناء على مسؤوليه حضرتك ذكرت ان ازاي نعملها. لو احنا قلنا في الفاونديشن قلنا البني نفسه هو الفاونديشن. قلنا ايه؟ البني نفسه هو الفاونديشن. تمام. الكومن سيستم بتاعكم للناس اغلب الناس بتعمله بتعمل بن مع ميه بتلاقيهم بيطلعوا بنكر معين. مثلا لو قلنا الاندستري مثلا الناس بتوع الاي تي او الناس في الشرق الاوسط بيعملوا مع البن بيحطوا فيه لبن. لو قلنا الاخير المنتج الاخير هو مثلا لو انتوا في تركيا بيعملوا سير ده خاص بالسوق التركي. فهو احنا لو قلنا بشكل عام بالظبط يعني انت مش هتحط لي اي حد بيعمل زي ما دكتور كيف بيعمل مثلا، لان هو السر بتاعك. ده بقى سر الاورجنايزيشن بالظبط. هو لازم يكون ليه اندستري واخد منه، بس هو تحس طبعا بالسبيسيفيكيشن صحيح. فهنا ده السر بتاعه. هو وهتلاقي اغلب الاورجنايزيشن مش بتظهر الانتربرايز بتكشر بتاعها هي اونلاين،
لانه هو سبيسيفيك ليها هي، مش اي حد بيشتغل بنفس التارجت. خلاص الريفرنس موديل ان انت تشتغل على الحاجات اللي موجوده بحيث ان انت تبني يور اون ريفرنس موديل اللي هو كومنلي يوز بيلدينج ايه الحاجات اللي انت على طول بتستخدمها سواء بزنس ابلكيشن داتا انفراستراكشر وتبني الاركتشر الخاص بيه. زي ما قلنا من شويه انت مش لازم تلتزم بالتوجاف، انت ممكن تاخد توجاف مع كود مع تريال مش عارف ايه وتبني الريفرنس بتاعك. خلاص فالريفرنس موديل ده مع الوقت بيجي لما تعمل ريبيت للاي دي ميمبر اللي هو الاركتشر ديفلوبمنت ميثود. طول ما انت بتعمل الميثود دي تكرار كل ما هيطلع معاك الحاجات اللي انت كل شويه بتستخدمها. يعني انا بستخدم حاجات بيلدنج بلوكس معينه في البيزنس وفي الابلكيشن وفي الداتا خلاص يعني هتبقى كوم. لو رجعنا للمثال بتاع الفيدرال، موضوع اللي هو الفيدرال انترفايز اركتكشر فريم ورك، الفيدرال زي ما قلنا هو مبني للولايات في امريكا بيوضح كل التفاصيل من اول البيزنس الابلكيشن لغايه السوفت وير اللي المفروض يكون موجود في مكان معين في الولايه دي لغايه الهارد وير والنتورك والسيرفر كل حاجه متوصله في الفريم ورك ده. تمام؟ فهنا هو الريفرنس موديل خاص بالولايه. لو انت خدت الريفرنس موديل ده نقلته في ولايه ثانيه هم مش هيشتغلوا بمزاجهم، هيشتغلوا بناء على الريفرنس المكتوب. فهيروح يبني مكان خاص بالترانسبورتيشن بالسبيس بالتعليم باي حاجه بناء على الريفرنس اركتشر اللي محطوط على كل الولايات. فالموضوع مش خاص بالاي تي، مش خاص بصناعه معينه، انت ممكن تمشي بيه دوله. خلاص؟ طيب نرجع للسو اي. السو اي هو ريفرنس اركتكشر، هو اركتكشر ستايل ممكن تطبقه طبعا الانترفايز اركتكشر في السو اي. ده الريفرنس اركتكشر بتاع السو اي. مثلا في هنا البيزنس سيرفيسز اللي هي البيزنس او البيزنس بروسيس، السيرفيسز كومبوننت والاوبريشنال سيستم. البيزنس سيرفيسز هنا هي بتمثل بيزنس سيرفيس وتحطها في البيزنس اركتكشر. السيرفيسز ممكن تكون داتا، ممكن تكون ابلكيشن. يعني ممكن احط هنا حاجه من ماستر داتا مانجمنت هي خاصه بالداتا اركتكشر، ممكن احط هنا ابلكيشن سيرفيس خاصه بالابلكيشن اركتكشر. والانفراستراكشر ممكن استخدم هنا هوستنج، ممكن استخدم ستورج، ممكن استخدم فراغ ده انفراستراكشر سيرفيس. هو نفس الفكره بس بطريقه مختلفه مش اكثر من كده. خلاص طريقه التفكير بس مختلفه. طيب هنا الاركتكشر بارتيشن. طيب هل انا بشتغل السكوب بتاع الاركتكشر بناء على ايه؟ يعني انا بشتغل على المنشاه كلها كده مره واحده بدون دخول في اي تفاصيل، ولا انا بشتغل على مثلا قطاع الفاينانشال بس، ولا انا بشتغل في جزء معين من قطاع الفاينانشال. فهنا ده البارتيشننج. خلاص البارتيشننج ممكن يكون المنشاه كلها هي استراتيجيك اركتكشر. انا ممكن اطبق انتربرايز اركتكشر على منشاه فانا ببني الاستراتيجيك اركتكشر. خلاص بعد كده الاستراتيجيك اركتكشر بيتقسم لمجموعه سيجمنتس، قطاع مش عارف الفاينانشال، قطاع مش عارف الموارد البشريه، قطاع مش عارف ايه، مختلف المنشاه كبيره. خلاص بعد كده القطاع المعين وهو مجموعه كابابيلتيز، فانا بقسمه برضه كابابيلتي اركتكشر. فده بارتيشننج عشان تقلل السكوب اللي انت عايز تشتغل فيه في الاخر كله يكون مارج مع بعض. يعني انا ممكن اطبق الانتربرايز اركتكشر على جزء معين هو الفاينانشال، زي ما انا ممكن اطبقه على جزء هو قطاع الاي تي، وممكن قطاع الاي تي يكون سيجمنت من الاستراتيجيك اركتكشر كله. فده بارتيشننج. واضح؟ مش واضح. تمام؟ عايزين اسئله كده. ايوه معلش هي بس الجزئيه بتاعت الاركتكشر بارتيشننج هو يعني عايز توضيح اكتر. ده يعني بس لو مثال المثال اللي انا بوضح عليه انت ممكن تعمل مش احنا اتفقنا ان في مستودع وفي وفي ميثود ماشي بيها وفي موديل طالع بيهم؟ صح؟ طيب هو الموديل ده مش طالع لستيك هولدر معين؟ صح؟ وانا بطبق الموديل هنشوف صور كمان شويه في هنا ستيك هولدر عايز بيو معينه عشان اطلع له حاجه. يعني انا بروح اقعد مع السي او بيقول لي انا عايز اعرف البروفيل بتاع المنشات، انا عايز اساوي السيلز ده درايفر ده كونسيرن عنه. خلاص فانا بروح اسمع منه وبتوقع ايه الفيو بوينت او ايه الكلام ده شويه ايه الحاجه اللي المفروض اطلعها له بالاتفاق معاه. خلاص فانا طلعت الاركتكشر موديل للسي او. خلاص هطلعه له